أنا مالي علاقة بشي ولا بعرف شي. لكن مين اللي بيعرف؟ أنتوا صاحبين المعمل وأنتوا اللي بعلمين. إيش بعرفني إذا كان القماش بيدخل على المستودع وبيطلع بدون ما يتسجل؟ عبد القادر، أنا جاي لعندك لحتى تساعدني. بدي أفهم منك إيش كان عم بيصير. يا أستاذ رضوان الله يخليك، احكي لي. بصراحة أستاذ كان في مشاكل، بس أنا انظلمت والشغلة طلعت براسي. شلون يعني؟ اشرح لي بالتفصيل. يعني أحياناً كان بيطلع من المستودع قماش أكثر من اللازم، سحابات، خيطان، زرار. فصل لي أكثر، مين اللي كان يطالع القماش؟ إيش بعرفني؟ لك أحكي. لا سيدي ما بدي أحكي، وأنا كل هالشغلة تركتها. الله فتحها علي، فتحت مكتب تخليص جمركي. بقى هيك؟ مكتب؟ وتخليص جمركي كمان؟ ما ظلموك والله؟ يا أستاذ رضوان، أساس أنت معدل بتفهم بالأصول؟ يعني بدك تفهمني إنه حق المكتب من رواتبك؟ حق المكتب مالك علاقة فيه، هذا رزق من رب العالمين. عبد القادر، طلع فيني منيح، طلع فيني منيح. إذا ما حكيت لي كل شيء لا أخلي عظامك تخ بالسجن. خوفتني والله. أنت نسيان إنه معي ورق براءة ذمة موقع منك ومن أبوك ومن عمك كمان؟ بعدين ما زادت خلي عظامي تخ بالسجن، ليش جاي لعندي لهون؟ روح عمي روح، روحوا ظبطوا شغلكم بينات بعضكم، ولا تتهموا الناس على الفاضي والمليان. بقى هيك؟ مش علي؟ نتواجه. يا سيدي ايدك مقطول، ما بدك تفوت لجوا؟